تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس أهلا بك. أبدأ مع تصريحات حسان دياب ورئيس الحكومة بتصريف الأعمال. ما المقصود جويس عندما يتكلم حسان دياب بأن لبنان يفصله أيام فقط قليلة عن انفجار مجتمعي؟ ما الجديد أيضا في هذه التصريحات وفي أي سياق توضع؟ أحمد، هذا الخطاب الذي ألقاه اليوم حسان دياب أمام البعثات الدبلوماسية برزت فيه نقاط ثلاث أساسية، وهي استمرار القول بأن لبنان يعيش حصارا خارجيا وعدم الاعتراف بوجود مشكلة أساسية داخلية لا تتعلق بالدول الأخرى، وإنما بسلوك لبنان وبسلوك الإدارة اللبنانية، إن كان من خلال استمرار الفساد أو استمرار التهريب وما إلى ذلك. وهذه هي ربما النقطة الأساسية التي تؤدي إلى الانهيار اليوم. الجميع في لبنان وخارج لبنان يؤكدون أن أحد أبرز النقاط التي يمكن أن تحد من الانهيار التام والشامل هو وقف التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية، وهو ما لم تتمكن أي حكومة حتى هذه الساعة أو أي سلطة سياسية أو أمنية لبنانية من القيام به. نقطة أساسية أخرى تطرق إليها وهي التلويح بتصدير الأزمة اللبنانية إلى الخارج، عندما قال إن الارتطام إذا ما حصل ستكون تداعياته على الدول المختلفة، ولوح أيضا بورقة اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وتحدث عن عودة العصبيات والتطرف، وهذا أيضا نقطة أساسية وحساسة تطرق إليها، ربما أراد منها إخافة الدول الشقيقة والغرب لحثهم على المساعدة. أيضا قال إنه لا يمكن ربط مساعدة لبنان بمحاربة الفساد، وهو شرط دولي أساسي، هو يريد أن تكون هناك مساعدة للشعب اللبناني بغض النظر عن سلوك أساسة اللبنانيين، وهو أمر مستحيل بطبيعة الحال. أيضا نقطة أخرى تطرق إليها عندما قال إنه يجب العمل لإنقاذ اللبنانيين من الموت وأن الأمور تجري بمنحى دراماتيكي. هذه الصورة طبيعية وحقيقية، ولكن جديدها ربما فقط خطاب حسان دياب اليوم، هو قال إنه حاول مرارا وتكرارا تأجيل الانفجار ولكن وصل إلى حائط مسدود. كلام دياب هو للضغط داخليا وخارجيا، ولكن ما مدى قدرة حسان دياب بشخصه على هذا الضغط؟ الأمر محدود جدا بطبيعة الحال. نعم. هذا من جهة. أما على صعيد المسار السياسي، نعم أحمد. عفوا جويس، كنت أريد أن أسألك عن موضوع المسار السياسي وخاصة زيارة وزير الخارجية القطري والتحركات السياسية، خاصة بعد عودة أيضا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولقاءاته التي كانت مباشرة منها غير طبعا المجدولة مع نبيه بري أيضا. في جدول أعمال وزير الخارجية القطرية، وهي زيارة لمدة يوم واحد، أيضا زيارة لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهذه الزيارة هي لتقديم المساعدة والدعم اللوجستي للجيش اللبناني. تنصب جهود قطر وإنما أيضا مختلف الدول العربية والأجنبية اليوم أحمد على دعم الجيش اللبناني باعتباره السلطة الشرعية الأمنية الوحيدة في البلاد، وربما هي السلطة الوحيدة التي ما زالت متماسكة في البلاد ويعول على دورها بشكل أساسي اليوم. فيما يتعلق بحل الأزمة السياسية، سيكون لوزير الخارجية لقاءات كما ذكرت مع رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان والرئيس المكلف. الرئيس المكلف ورئيس البرلمان يعملان وعملا في الساعات الماضية على لقاء كان بعيد عن الإعلام للحديث أو لفتح الأوراق أو لقراءة ما توصلت إليه كل الاتصالات التي جرت أو التي أجراها تحديدا حزب الله مع التيار الوطني الحر في الأيام الماضية، خصوصا وأن الأمين العام لحزب الله بالأمس قال أن موضوع الحكومة سيحسم
إيجابا أو سلبا في الساعات والأيام المقبلة. ما سيحمله وزير الخارجية القطرية في هذا الإطار لم يفصح عنه حتى هذه الساعة، ولكن أذكر بأن هذه الزيارة الثانية للرئيس الدبلوماسية القطرية منذ استقالة الحكومة ومنذ تكليف الرئيس الحريري بمهام تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة. أحمد، شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري، وسنكون معك طبعا في كل التطورات والجديد.